يعد تدشين برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية النيابية الذي تم إعداده بالتعاون بين أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الأكاديمية ومجلس النواب، يعد تعزيزا للتعاون بين العمل الدبلوماسي للدولة والعمل الدبلوماسي البرلماني. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد حسام الدين جابر سالم، مدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني في مجلس النواب. مساء الخير سيد حسام الدين، وشكرا لك على قبول الدعوة في نشرة الثامنة. حدثنا عن محتوى برنامج الدبلوماسية البرلمانية وما هي الفئات التي يستهدفها. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، واسمحوا لي أن أنقل لكم وللمشاهدين والمستمعين الكرام تحيات معالي رئيسة مجلس النواب الموقرة وتمنياتها للجميع بموفور الصحة والعافية. وبالإشارة إلى برنامج الدبلوماسية البرلمانية، فأود التوضيح أن هذه الفكرة جاءت انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية بشأن تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات، وخاصة الحديث هنا عن التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وذلك استنارة بالرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفتح رضاه الله ورعاه، حيث أسست لقاعدة متينة تقف عليها دولة المؤسسات والقانون. واتساقا مع ذلك انطلقت توجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة رئيسة مجلس النواب الموقرة بضرورة عقد برنامج نوعي متميز للدبلوماسية البرلمانية بالتعاون مع وزارة الخارجية. ولعل التغام المضطرد لدور الدبلوماسيه البحرينيه والمكان المتقدم لتعزيز مملكه البحرين على المستوى الدولي يؤكد نجاح التمثيل الدبلوماسي البحريني في الخارج والجهود المثمره للحكومه في هذا المجال برئاسه سيدي صاحب السمو الملك الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. وذلك يجعلنا اكثر حرصا على ان تستمر مثل هذه البرامج باذن الله. فهناك تعاون مستمر بين مجلس النواب ووزاره الخارجيه وبيوت الخبره الوطنيه في هذا الاطار، وتم توجيهات مستمره من معالي الرئيسه لزياده التنسيق والتعاون لتنفيذ برامج متميزه من هذا النوع. ولعلي اكف على كلمه معاليها في بدايه افتتاح البرنامج عندما قالت هذا البرنامج الهام يكتسب اهميه فائقه تقاس بالدور المفصلي الذي تلعبه الدبلوماسيه البرلمانيه خدمه للسياسه الخارجيه للوطن وترسيخا للحضور الفاعل والمعزز للثقه التي تتمتع بها مملكه البحرين في الوسط السعودي. أما فيما يتعلق بمحتوى البرنامج فهو يستعرض في الفترة من 30 مايو حتى 6 يوليو العديد من الموضوعات الهامة مثل الدبلوماسية الحقوقية ومرتكزات السياسة الخارجية لمملكة البحرين، وكذلك إدارة الأزمات ورعاية مصالح المواطنين وأدوات السياسة الخارجية والدبلوماسية والإعلام والدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية البرلمانية وغيرها الكثير من الموضوعات الهامة التي تتعلق بمفهوم الدبلوماسية. وبالنسبة إلى الشق الثاني تفضلت فيه واللي هي الفئات المستهدفة من البرنامج، مثل ما أشرت في البداية إلى أن الهدف من البرنامج هو تعزيز التعاون بمجلس النواب ووزارة الخارجية، وبالتالي فالفئة المستهدفة الأساسية هم أصحاب السعادة النواب بهدف أن إثقال المجلس والمعرفة فيما يتعلق بالدبلوماسية بمختلف نواحيها. هذا البرنامج يأتي ضمن برامج عديدة ومشاريع تحرص الأمانة العامة لمجلس النواب على تطويرها وتنميعها بتوجيهات كريمة من معالي الرئيسة الموقرة بمتابعة وحفظ من سعادة المستشار راشد محمد منجم الأمين العام للمجلس، وإن شاء الله هي أيضا ضمن بكورة من برامج قادمة بإذن الله تعالى للتعاون والتنسيق المشترك مع بين السلطة التشريعية والتنفيذية بإذن الله. نعم سيد حسام الدين جابر سالم، مدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.